دي قصة بستان الرهبان. راهب كان مصاب بالغضب، ما بيقدرش يمسك أعصابه، فرح لأب باعترافه وقال له يا أبي، قال له نعم، قال له أنا لقيت مغارة فوق الجبل هروح أقعد فيها بعيد عن الناس عشان أبعد عن الغضب. قال له يا ابني ده الغضب جواك. قال لا، لما أبعد عن الناس الغضب يستأصل. قال له طب يا ابني روح. خد الصرة بتاعت العيش لمدة أسبوع وملى القدرة بتاعته مية وطلع الجبل ودخل المغارة. طبعا طلوع الجبل إيه؟ صعب. طلع المغارة، سند العيش وبينزل الجرة، وقعت اتكسرت. نزل تاني، راح الدير ملى جرة مية تاني وطلع بيسندها اتكسر. لما اتكسرت راح خبطها في الأرض، هي اتفضت بس مش اتكسرت، خبطها في الأرض كسرها. فلقى الشيطان بيضحك، سمع صوت ضحكة، رجع لأبي قال له يا أبي أتاري العيب جواي مش براي، إذا حبيت تستأصل العيب مش في اللي حواليك، بلاش الشماعة، لولا فلانة كانت حياتي تبقى سلام، ولولا فلان كان يبقى حياتي سلام، ده هم اللي بيغلطوني وهم اللي بيوقعوني وهم اللي بيخلوني. لا 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 لا، أنا لا أؤمن إن الظروف اللي براك هي اللي بتوقعك. أيوة الظروف وحشة واللي حواليك وحشين، بس اللي وقعك مش الوحشين اللي حواليك، الوحاشة اللي جواك ده اللي وقعك. والدليل على ذلك كان الثلاث فتية في أتون النار، ولا يوجد أصعب من أتون النار، وتقابلوا مع يسوع في أتون النار. كان دانيال في جب الأسود، ولا يوجد أصعب وأشرس، ده الأسد بس لما تشوفه هو بيكشر بنيابه، ده الواحد يموت في جلده، تجيله سكتة من غير ما يأكله. وتقابل مع ملاك الرب في جب الأسود. كان آدم وحواء في الجنة، ولا يوجد أعظم من الجنة، والكل خاضع ليهم وكله بيمشي بأمرهم، وسقطوا في الخطية في الجنة. تجيني انت دلوقتي وتقولي له الظروف، أصلك يا ابونا ما تعرفش اللي حواليا، أصلك انت ما تعرفش عيلتنا، انت ما تعرفش ناسنا، انت ما تعرفش جيراننا. لا لا، وسط الحصى يوجد جواهر. إن كان اللي حواليك كلهم عبارة عن حصى، خليك جوهرة للمسيح، عيش له وقدم له حياتك.